قام حاكم إقليم شرق الأوسط عزيز محمد صالح بزيارة تفقدية للشركة الوطنية للسكر بمدينة سار التي تعاني من انخفاض في نسبة المشتريات منتوج الشركة الوطنية للسكر. آدم حنفي وتفاصيل هذه الزيارة. إن الشركة الوطنية التشادية للسكر باتت تعاني من عدة صعوبات تتعلق بركود تام في بيع منتوجاتها من السكر نتيجة لظاهرة تهريب السكر من دول الجوار، مسببا ذلك خسائر كبيرة للشركة وللاقتصاد الوطني. جراء هذه الحالة قام حاكم إقليم الشرق الأوسط عزيز محمد صالح لتفقد هذه الظاهرة، معبرا عن أسفه عن هذه الأوضاع التي تمر بها الشركة. وفي شنداج هنا نشوف ونزور هذه الشركة الكبيرة، شركة تشادية، وكيف يعني نتناقش ونشوف حلول في المشكلة عند الفروض، عشان زي ما شفتوا أكثر من 70% عن السكر الصنعو ما بينباع، وده يعني سببه هو الفروض، عشان فيها سكر كتير جاي من نيجيريا وواحد من السودان، وهذا واجبنا نحن على رأس هذا الإقليم لكل واحد خليه يكفي الضرائب ويكفي الدوان زي ما الشركات الباقيين. وطبعا عندنا مهمية عشان الشركة هيني سي اس تي هي شركة تشادية، وواجب لنا ندافع لها عشان الدفاع للشركة هو دفاع للتشاديين من الألوف الشخالين هنا، من الناس البنغولو السكر، ناس كل كثيرين شخالين أكثر من الناس القاعدين في سار هنا، ولا شخال ولا عند من أخوانا من البيت الشخال فينا. علما بأن الشركة التشادية للسكر توظف الكثير من الموارد البشرية للمواطنين، وإن هذا الركود التجاري للشركة سيؤثر بها سلبا في دفع رواتب الموظفين أيضا، داعيا الحاكم جميع المواطنين بأن استخدام السكر المنتج محليا لأنه أكثر صحة وأمان، غير ذلك السكر الذي يستورد من الخارج ولا يعرف مصيره.